السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا طلبة التالتة ثانوي. إن شاء الله رب العالمين في الفيديو ده إحنا هنشتغل الكلمات بتاعت يونت 2، وهفضل أقولها لك إحنا ليه بالذات بنركز على الكلمات معاك، لأن أنت هتتفاجئ آخر السنة إن الجرامر جاي في تقريبا 3 أو 4 جمل، والحصيلة اللغوية بتاعتك هي اللي هتخليك تحل في الامتحان. ولو حد جه وقال لك ان الامتحان بيبقى جاي كلمات كتير من بره المنهج والكلام ده كله، هي بيكون جاي حاجات كتير من بره المنهج، ولكن بتكون لها علاقة بمنهجك بطريقة ما. فعشان كده احنا بندرس لك الكلمات، فهتلاقيني كل كلمة مش مجرد بديك الكلمة وخلاص، لا ده انا بقول لك الكلمة دي ممكن يسويها في المعنى كذا، ممكن يبقى مضاد ليها في المعنى كذا، ممكن يجي معها فعل كذا، ممكن يجي معها حرف الجر كذا. فانا بعمل لك عملية خريطة كده لكل كلمة، وهي دي الطريقة الصح لمذاكرة الكلمات. طيب نسمي الله الملزمة بتاعت اليونت ديت، برضو هتلاقيها موجودة في وصف الفيديو تحت، تقدر ان انت تنزلها بعد ما تخلص الفيديو معايا، هتلاقي نفسك حافظ الكلمات كلها بإذن الله رب العالمين. الهدف من الفيديو احنا بنمشي برتم بطيء شوية بحيث ان انت تطلع من الفيديو انت حافظ الكلمات، حتى لو انت مش حافظها خالص من اول السنة هتلاقي نفسك حفظتها من الفيديو ده، وبرضو حليت عليها كتير. طيب لو انت كنت بتحفظ وبتنسى، فالطريقة في الحفظ اللي احنا بنعملها في الفيديو ده بإذن الله رب العالمين بتربط الدنيا ببعض، فهتخلي صعب برضو ان انت تنسى. تعال بقى نسيبنا من الكلام ده كله ويلا بينا نتوكل على الله ونبدأ حصتنا. جهز قهوتك كده اللذيذة عشان نخش ونفرم الدنيا مع بعض. نبدأ حصتنا على خير. اولا عندي كلمتين مهمين جدا، كلمة award وكلمة reward. تاني award وكلمة reward، الاتنين دول مهمين قوي ولازم تعرف الفرق بينهم. بص يا سيدي، كلمة award هي معناها يمنح او منحة بطريقة رسمية. تاني، يمنح حد حاجة بطريقة رسمية او منحة بطريقة رسمية. يعني ايه منحة بطريقة رسمية؟ يعني مثلا بيتكلم عن جايزة نوبل، فدي جايزة رسمية. بيتكلم مثلا عن الشهادة، فبرضو ان انت منحت الشهادة، فديت برضو الشهادة دي رسمية. فلو هو بيتكلم عن منحة رسمية او منحت الحاجة دي بطريقة رسمية زي الجوائز الرسمية والشهادات، ففكر في كلمة award. لكن كلمة reward هي معناها يكافئ او مكافأة، بس مكافأة على ايه او يكافئ على ايه؟ يكافئ على مثلا شغل كويس هو عمله، سلوك كويس هو عمله. يعني مثلا جيت وقلت لك ان ابني ذاكر كويس فانا هكافئه النهاردة، فانا بكافئه على حاجة كويسة هو عملها، لكن دي مش مكافأة رسمية زي جايزة رسمية. فبالتالي لما تيجي تتكلم عن حاجة رسمية زي الجوائز والشهادات فكر في كلمة award ليه اول واحد. لكن لو بتتكلم عن حد بيكافئ عشان شغل كويس هو عمله او ايا كان مثلا سلوك كويس هو عمله، يبقى فكر في كلمة reward. طيب تعال نشوف جمل على الكلام ده. اقول لك هنا في الجملة to officially give someone، يعني ان انت تدي someone شخص ما officially يعني بطريقة رسمية، تدي له something شيء ما such a prize. بص طالما قال لك ان انت هتدي الشخص ما هتدي له جايزة بس officially يعني بطريقة رسمية، فالجوائز الرسمية بتيجي مع كلمة ايه؟ بتيجي مع كلمة award اللي هي موجودة في الاجابة B. جملة مثلا تانية عشان برضو نثبتهم في دماغنا، بقولك هنا big رامي، البيج رامي was ايه؟ كان ايه the first prize، اول جايزة in Olympia 2021، يعني خد اول جايزة اولمبيا سنة 2021. هي مش جايزة اولمبيا، دي جايزة رسمية. يبقى انا عايز اقول ان هو منح جائزة اولمبيا، وديت كانت منحة رسمية. فلما تيجي تتكلم عن يمنح او يمنح بطريقة رسمية افكر في كلمة award اللي هي اول واحدة فوق. فلو جيت بصيت هلاقي كلمة awarded اللي هي الاجابة دي اخر اجابة خالص هي اللي صح. وهنا هو حاططها في التصريف الثالث للفعل عشان الجملة في الباسيف، في حالة الباسيف المجهول. بيج رامي مش هو اللي هيمنح نفسه الجائزة، لا ده هو تم منحه الجائزة او منح
الجائزة، فهو مفعول، عشان كده الفعل كان في التصريف الثالث ليه؟ عشان الجملة تبقى في صيغة البسط. دول كانوا كلمتين award و reward. خلي بالك ان ممكن يسألك في السينونيم المرادف بتاع كلمة award لما تيجي بمعنى الجائزة، يحط لك في جملة مثلا ويقول لك والله هي award السينونيم بتاعها ايه، المرادف بتاعها ايه، او هي مشابهة في المعنى لكلمة ايه، او نقدر نستبدلها بكلمة ايه. فالمرادف لكلمة award اللي هي معناها جائزة ممكن تقول prize وممكن تقول trophy. تاني prize او trophy. طيب لو سألني في الانتونيم، سألني في المضاد بتاع كلمة award اللي معناها جائزة، يبقى عكسها غرامة او خسارة، فممكن تقول fine اللي هي معناها غرامة، وممكن تقول forfeit اللي هي معناها خسارة او غرامة. تاني احفظ معايا، مش عايز اعدي الحاجة لما اكون حفظتها. يبقى تاني السينونيم المرادف بتاع كلمة award اللي هي معناها جائزة رسمية ايه هما؟ حاجة من اتنين، يا اما prize يا اما trophy. طب لو سألني في المضاد اللي هي الانتونيم بتاع كلمة award، فأقول له حاجة من اتنين، يا إما fine اللي هي معناها غرامة، ما هو عكس جايزة عكسها غرامة، fine اللي هي غرامة، أو forfeit اللي هي معناها ايه؟ خسارة. طيب عندي بعد كده كلمة كمان اسمها كلمة court. court اللي هي معناها ملعب التنس. تاني ملعب التنس بنسميه كلمة ايه؟ كورت. خلي بالك هي ذكرت في اليونت ديت فهي برضو مهمة، فممكن يجيب لك جملة عليها بالشكل ده مثلا ويقول لك she likes tennis، هي بتحب التنس. she spends hours، هي بتقضي ساعات. playing بتلعب in the a، في الايه، هي بتحب التنس وبتقضي ساعات بتلعب في مكان ايه؟ في ملعب التنس اكيد. فملعب التنس اللي هي كلمة ايه؟ كورت، اللي هي موجودة عندك في الاجابة سي. بعد كده عندي كلمة مهمة جدا بشوية تفاصيلها، هي كلمة ايه؟ contribution. contribution معناها مساهمة او مشاركة. تاني مساهمة او مشاركة معناها ايه؟ contribution. جاية الفيرب الفعل منها اللي هو اسمه contribute to، معناها يساهم او يشارك فيه. تاني contribution معناها مساهمة او مشاركة. طيب جاي منها الفيرب الفعل بتاعها اسمه ايه؟ contribute. contribute to اللي معناها يساهم في او يشارك في حاجة معينة. برضو في نوع من الاسئلة بيسألك فيه يحط لك مثلا النقط قبل كلمة contribution دي، فعايزك تعرف ان في صيغة على بعضها اسمها make a contribution to، دي معناها برضو يساهم فيه او يقوم بمساهمة فيه. يبقى لو حطلي النقط جاء قبل كلمة contribution افكر في الفيرب الفعل اللي اسمه ايه؟ make، وكلمة contribution بيجي بعدها حرف الجر ايه؟ to، وcontribute اللي معناها يساهم او يشارك فيه برضو بيجي بعدها حرف الجر to. يبقى قبل ما نخش على الجمل احفظهم كده معايا تاني، contribution معناه ايه؟ مساهمة او مشاركة. ايه الفيرب الفعل بتاعها؟ يلا ردد معايا، هو contribute. طيب contribute بيجي مع حرف الجر ايه؟ to. طب معناه ايه؟ يساهم او يشارك فيه. خلي بالك ان contribute to ما بيجيش وراها المصدر، بيجي وراها الفيرب متضاف له ing او النون الاسم، بيجيش وراها المصدر، خد بالك من الحتة دي. وبرضو make a contribution to معناها يساهم فيه او يقوم بمساهمة فيه. طب تعال نشوف الجمل ممكن يجيبها ازاي. بص يا سيدي، بقول لك نقط means something you do، يعني ايه اللي معناه شيء ما انت بتعمله. in order to عشان او لكي، help ان انت تساعد something شيء ما to be successful، عشان تساعد شيء ما في ان هي تنجح او تكون ناجحة. يبقى طالما حاجة انت بتعملها عشان تساعد حاجة ان هي تبقى ناجحة، يبقى انت بتساهم في الحاجة ديت او بتشارك في الحاجة دي. يبقى ده تعريف مساهمة او مشاركة. هي مساهمة او مشاركة معناها ايه؟ contribution. فين؟ هتلاقيها موجودة في الاجابة سي، هي دي اللي صح. استعمل اخد جملة كمان، بقول لك business man يعني رجال الاعمال should ايه، يجب ان هما ايه؟ to developing their communities. في ناس بتنطق developing دي بتنطق developing، ماشي. فانا عايز اقول ان رجال الاعمال المفروض ان هما يساهموا او يشاركوا في تنمية البلاد بتاعتهم او مجتمعاتهم.
فعايز اقول يساهم او يشارك، معناه ايه؟ contribute. هو اصلا كده كده حاطط لي بعد النقط تو، انا عارف ان contribute بتاخد بعدها حرف الجر تو، فاختار من عندي contribute اللي هي الاجابه ب، هي دي الاجابه الصح. بس خد بالك قبل ما نشيل الجمله دي، واخد بالك ان تو جاي وراها ايه؟ developing. ها محطوط لها الاي ان جي، يبقى تو هنا ما جاش وراها المصدر. يبقى امسك كده قلمك وقول ان contribute to ما بيجيش وراها الانفينيتيف المصدر، لا بيجي وراها الفيرب بلس اي ان جي او الناون الاس. طيب تعال نشيلهم كده على جنب انهم مهمين ولازم تركز فيهم، ونخش على كلمتين تانيين. هي كلمه determination. determination معناها عزيمه او اصرار، عزيمة على حاجة أو إصرار على حاجة معناها determination. في كلمة شبهها في المعنى شوية اسمها perseverance، معناها مثابرة. المثابرة، عارف يعني ايه مثابرة؟ اللي هي المعافرة. عارف انت لما اجي اقول لك لازم يكون عندك روح المثابرة او روح المعافرة كده، في كلمة المثابرة او المعافرة كده، مش معافرة، المعافرة، اسمها ايه؟ perseverance. يبقى تاني قلنا كلمة determination معناها ايه؟ معناها عزيمة او اصرار، خدناها في يونت 1 على فكرة. جاي منها كلمة شبهها كده شوية اسمها perseverance، معناها ايه؟ معناها المثابرة. طب تعال نشوف جملة على الكلام ده. بقول لك I am sure، انا متأكد او انا واثق في your spirit of a. spirit دي ليها معناها روح، انا واثق في او انا متأكد من روح الايه؟ is the most، ان هي اكثر important factor، اكثر عامل اهمية of your success، في نجاحك. يبقى انا واثق ان روح الايه بتاعتك هي اكثر حاجة او اكثر عامل مهم في طريق نجاحك. تعال ما نشوف هل determination الاجابة ايه؟ ما determination معناها ايه؟ اصرار او عزيمة. فانا ممكن اقوله انا متأكد ان روح العزيمة بتاعتك او روح الاصرار بتاعتك هي كانت اهم عامل في طريق نجاحك، فالdetermination هي اللي صح. طبعا شوف بقية الاختيارات، ممكن حد يجي يقولي طب يا عم ما ممكن تبقى حاجة تانية، هو عشان بنحل على الكلمة دي يبقى هي دي اللي صح؟ طب ما تبص على باقي الاختيارات، باقي الاختيارات بجيب لك الاجابة ب demerit. demerit معناها عيب، عيب، لا مش تنفع. الاجابة C cause، cause ديت معناها سبب، والإجابة دي deterioration معناها تدهور. لا، يبقى determination اللي هي الإجابة إيه اللي معناها العزيمة أو الإصرار هي دي اللي صح. طيب تعالى نشيل الكلمتين دول ونخش على كلمات تانية. فعندك كلمة medical. medical معناها إيه؟ طبي. عايز توصف حاجة طبية تقول عليها إن هي medical، يعني جيت قلت لك إن هو محتاج عناية طبية يبقى هو محتاج medical care. طيب في ناس بيشتغلوا في الحاجات الطبية زي ايه؟ زي الشخص الصيدلي. فالصيدلي ده اسمه pharmacist. تاني pharmacist معناه ايه؟ صيدلي. وبرضو كلمة صيدلي ليها كلمة تانية اسمها druggist. druggist معناها برضو صيدلي. يبقى تاني وانت بتحفظ قول ان صيدلي هي حاجة من اتنين، يا اما pharmacist يا اما druggist، عشان ممكن يجيب لك في جمله ويقول لك هي pharmacist، ممكن نشيلها ونحط ايه مكانها؟ ممكن تحط مكانها كلمه druggist. ممكن نشيل druggist ونحط ايه مكانها؟ فتقول له كلمه pharmacist. برضو في واحد اسمه الفيزيست. فيزيست اللي هو الفيزيائي او الشخص المتخصص في الفيزياء او عالم الفيزياء، بنقول عليه فيزيست. طيب تعالى نشوف جمله على الكلام ده. فبقول لك هنا A او N A مين؟ is an expert. expert معناه خبير، هو خبير in the interactions. interactions معناه تفاعلات، تفاعلات of matter، تفاعلات المادة and energy والطاقة in the physical universe، في الكون المادي او الكون الفيزيائي اللي حوالينا. فالناس اللي بيكونوا متخصصين او خبراء في تفاعلات المادة او اللي هي تفاعلات الكون والاحداث من حواليهم في الكون الفيزيائي من حواليهم دوت، دول الناس الفيزيائيين. يبقى انا كده عايز اقول ان ده الرجل الفيزيائي هو اللي بيكون مهتم بالحاجات دي، بالاحداث وتفاعلات الاحداث والكلام ده كله والطاقة، يبقى كده عايز اقول فيزيائي. فكلمة فيزيائي اللي هي كلمة physicist اللي هي موجودة عندك في الاجابة دي هي دي الاجابة الصح. لكن اول اجابة psychologist ده معناها اخصائي نفسي،
وعندك الإجابة B socialist، دي معناها اجتماعي أخصائي اجتماعي، والإجابة C archaeologist، دي معناها اللي هو عالم الآثار. لا يبقى مفيش حاجة تنفع هنا غير الفيزيائي اللي هي كلمة physicist. بعد كده عندي كلمة مهمة برضو هي كلمة inspire. inspire دي معناها يلهم أو يوحي أو يحفز، يلهم حد أو يوحي حد أو يحفز حد، معناها inspire، جاي منها كلمة inspiration دي الناون الاسم بتاعها معناه إلهام. إلهام معناه inspiration، يعني جيت وقلت لك إن مثلا الناس الكتاب بيجدوا الإلهام للحاجات اللي بيكتبوها ديت في الأماكن الهادية، فكلمة إلهام معناها إيه؟ inspiration. جاي منها صفة adjective اسمها inspiring. inspiring معناها ملهم أو محفز، يعني جيت وقلت لك إن مسيرة محمد صلاح هي مسيرة إيه لمعظم الشباب؟ هي مسيرة ملهمة ومحفزة لمعظم الشباب، فكلمة ملهم أو محفز اللي هي كلمة إيه؟ inspiring. طب تعال نشوف جمل على الكلام ده. بقول لك هنا his captain، الكابتن بتاعه always دايما إيهام to do better، يعني الكابتن بتاعه دايما بيعمل ايه معاه عشان يقدم افضل وافضل، اكيد دايما بيشجعه وبيحفزه وبيلهمه صح. فلو بصينا في الاختيارات نلاقي كلمه inspires اللي هي الاجابه ايه هي اللي صح. طب يجي حد يقول لي طب ما بقيه الاجابات شبهها، هقول لك بص انا بقول لك الكابتن بتاعه always دايما ايه، فalways ديت كده اسمها ظرف زمان، فالمفروض بيجي بعده verb فعل. تاني انا كانت الجملة بدأت بهيز كابتن، كابتن دوت اللي هو الفعل بتاع الجملة، طيب الفعل المفروض يجي بعده فعل، هل always ديت فعل؟ لا ده ظرف، يبقى المفروض احط مكان النقط verb فعل. ففين الفعل؟ ما انا قلتلك كلمة inspire، inspire لوحدها كده ده الverb الفعل، فخدنا inspires اللي هي الاجابة ايه، وهنا متضاف لها اس خد بالك عشان بتكلم عن الكابتن، والكابتن ده مفرد والمفرد بنحط للverb بتاعه اس في حالة المضارع. تعال نشوف جملة كمان. بقولك هنا your words كلماتك affected me a lot، أثرت فيا كتير. They were really A، هم حقا كانوا إيه؟ يعني بكلم عن كلماتك كانت حقا إيه؟ يبقى كلماتك كانت ملهمة ومحفزة، فهنلاقي في الاختيارات ملهم أو محفز اللي هي كلمة inspiring اللي هي الإجابة C. طب يجي حد برضو كده بيلوكلوك كتير يقول لي طب وبقية الاختيارات ممكن يبقى حاجة تانية صح؟ الاختيار الأول عندك اللي هي annoying. annoying دي معناها مزعج، حاجة مزعجة بنقول عليها ان هي annoying، والإجابة ب annoyed. annoyed دي معناها منزعج، حد منزعج كده او متضايق بقول عليه ان هو annoyed، والإجابة دي inspired الأخيرة ديت لا inspired ديت اللي هي الماضي او الباست من inspire اللي هو معناه يلهم او يوحي، لا انا عايز حاجة بمعنى ملهمة او محفزة، فلقيت inspiring للإجابة C. طيب ممكن يجي يسألك في السينونيم المرادف، المرادف بتاع كلمة inspiring اللي هي معناها ملهم أو محفز، هيسألك مثلا في المرادف بتاع السينونيم بتاعها، فأقول له مثلا المرادف بتاعها هي كلمة encouraging، أو برضو عندك كلمة exciting، أو عندك برضو كلمة rousing أو interesting. يبقى تاني أربع حاجات ممكن تقول إن هم مرادف لكلمة inspiring، إيه هما؟ عندك encouraging، عندك exciting، عندك rousing، وعندك كمان interesting. طيب هو زي ما هيسألك في المرادف فممكن يسألك في الانتونيم المضاد بتاع كلمة inspiring اللي هي ملهم او محفز، فممكن تقول حاجة من اتنين، ممكن تقول boring او ممكن تقول monotonous. تاني boring اللي معناها ممل ومonotonous برضو معناها ممل، يبقى تاني المضاد boring او monotonous. طب تعالى موريك جملة على الكلام ده. اقول لك هنا في الجملة it is an inspiring poem، يعني انها قصيدة شيقة، فبيقولي the antonym of inspiring is a، يعني بقولك ان هي قصيدة ملهمة وعايز الانتونيم بتاع كلمة inspiring، فانت هتيجي تقول والله يا ابو حميد انت قلتلي ان الانتونيم المضاد بتاع كلمة inspiring هما حاجة من اتنين، يا اما monotonous يا اما boring اللي هما معناهم ممل، فلو جينا بصينا في الاختيارات اللي هي كلمة monotonous اللي هي الاجابة B هي دي الاجابة الصح. طيب تعال نشيل دول نخش على الكلمات التانية. فعندي كلمة lecture، lecture معناها محاضرة، المحاضرة اللي انت هتخش في الجامعة تاخدها اسمها lecture،
برضو ممكن تيجي فيرب فعل بمعنى يحاضر معناها lecture. طيب الشخص اللي بيدي المحاضرة ده او المحاضر ده اسمه lecturer. تاني lecturer، وخلي بالك ان ساعات هما بينطقوها ما بينطقوش حرف الار الاخير ده، فبيقولوا على اسمها lecturer lecturer بالشكل ده. يبقى تاني lecture دي ممكن تجيب معنى محاضرة او يحاضر. طب الشخص اللي بيدي المحاضرة نفسه او اللي بيدرس في الجامعة نفسه ده اسمه ايه؟ lecturer. طيب تعال نشوف جملة على الكلام ده. بقول لك هنا after Ali's graduation، يعني بعد التخرج بتاع علي، he worked، هو اشتغل as a او an a، هو اشتغل ك a in the faculty في الكلية. هو اللي بيشتغلوا في الكلية دول اللي هم ايه؟ يعني بعد ما الواحد بيتخرج بيشتغل في الكلية، فبيشتغل ايه؟ بيشتغل معيد صح؟ فالمعيد ده بيدرس للناس، يعني بيحاضر، يعني بقى محاضر. فكلمة محاضر اللي هي lecturer اللي هي موجودة عندك في الإجابة ايه؟ هي دي الإجابة الصح. لكن الإجابة ب اللي هي lecture، lecture دي بس محاضرة، هل ينفع اقول هو اشتغل كمحاضرة؟ لا. وعندك الإجابة C اللي هي expert، دي معناها خبير، اكيد طبعا مفيش حد بيشتغل بعد التخرج خبير. والإجابة دي actor دي معناها ممثل، هيشتغل في الجامعة ممثل؟ لا برضو. طب جملة كمان بقول لك the traffic يعني المرور was slow، كان بطيء وكان زحمة جدا. فبقول لك so لذلك she couldn't attend the A، هي ما قدرتش تحضر الـ A. أكيد طالما كان المرور بطيء فهي ما قدرتش تحضر المحاضرة. فكلمة المحاضرة اللي هي كلمة lecture اللي هي الإجابة دي آخر إجابة خالص. لكن بقية الاختيارات هنشوفهم كمان شوية، اللي هي كلمة majority و minority هنشوفهم كمان شوية. طيب بعد كده، بعد كده عندي كلمة podcast. podcast دي برضو جت في اليونت ديت، دي معناها الإذاعة الرقمية أو المنصة الصوتية، يعني عارف انت الراديو اللي بيبقى على الانترنت اللي هي الاذاعات الصوتيه اللي على الانترنت دي بنسميها بودكاست. فلما يجي يقول لك مثلا في جمله بيتكلم عن او بيتكلم عن برنامج اذاعي او برنامج صوتي تقدر ان انت تداونلود من على الانترنت، اعرف على طول ان دي البودكاست اللي هي معناها الاذاعه الصوتيه او المنصه الصوتيه الرقميه. يعني بص في الجمله دي ممكن يقول لك مثلا a radio or television program، يعني البرنامج التلفزيوني او برنامج الراديو that can be downloaded اللي تقدر ان انت تحمله from the internet من الانترنت is called a او an a، هو بيسمى ايه؟ فطالما قال لك برنامج اذاعي موجود على الانترنت وتقدر تحمله يبقى دي الإذاعة الصوتية أو المنصة الصوتية الرقمية اللي هي كلمة بودكاست. فلو جينا بصينا هتلاقي الإجابة ب بودكاست هي دي الإجابة الصح. بعد كده عندنا كلمتين سهلين أو برضو ذكر في اليونت ديت، فعندك كلمة overcome. overcome معناه يتغلب على، come لوحدها أصلا معناه يأتي، لكن لما تحط معها over اسمها overcome دي معناها إيه؟ يتغلب على. وبرضو ممكن تقول مثلا يعني يجي في ذهنك كده عشان تربط الكلمة دي بحاجة تانية فتقول ان هو بيتغلب على التحديات صح؟ فكلمة بقى challenge ديت ممكن تيجي بمعنى التحدي وممكن تيجي verb فعل بمعنى يتحدى. لو انا بتحدى حد يبقى انا بتشالنج الحد ده. يبقى تاني overcome يتغلب على، وchallenge ممكن تيجي noun اسم بمعنى تحدي، وممكن تيجي verb فعل بمعنى يتحدى. تعال نشوف الجمل. بقول لك هنا successful people الناس الناجحين are able to A، هم قادرين على ان هم A their problems المشاكل بتاعتهم. اكيد الناس الناجحة بيقدروا او قادرين على ان هم يتغلبوا على المشاكل بتاعتهم. فكلمة يتغلب على انا لسه قايلك اللي هي كلمة overcome. فلو جينا بصينا هنلاقي overcome اللي هي الاجابة C هي دي الاجابة الصح. لكن الإجابة A اللي هي fail دي معناها يفشل، طبعا الناس الناجحة ما بتفشلش في مشاكلها. والإجابة B fail، fail دي يعني يملأ، فبرضو مش هيملوا مشاكلهم. والإجابة دي overuse اللي هي الإكثار من استخدام حاجة. السؤال اللي بعده بقول لك the problem is difficult، يعني المشكلة صعبة جدا. But I'm doing my best، ولكن أنا بعمل أفضل ما عندي to A it، عشان A يبقى اكيد المشكله صعبه، ولكن انا بقدم افضل ما عندي عشان اتغلب عليها. فكلمه يتغلب على اللي هي overcome اللي هي برضو موجوده عندك في الاجابه C. لكن الاجابه A think اللي هي يفكر، الاجابه B gain دي معناها يكتسب
زي مثلا يكتسب وزن مثلا، والإجابة دي ليوين طبعا ليه معناه يفوز؟ لا، كلهم مش نافعين في الجملة. بعد كده عندي كلمة برضو ذكرت في اليونت ديت، والكلمة دي مهمة جدا، هي كلمة تورنمنت. تورنمنت معناها بطولة رياضية مجمعة، يعني الناس كتير بتشترك فيها او فرق كتير بتشترك فيها. يبقى تاني، البطولة اللي بيشترك فيها ناس كتير وبيتنافسوا مع بعض او فرق كتير وبيتنافسوا مع بعض، دي اسمها ايه؟ تورنمنت. جوه البطولة دي بيكون في جولات، صح؟ الجولة الاولى، الجولة الثانية، وهكذا. فكلمة راوند دي معناها جولة. يبقى تاني، التورنمنت وانت بتحفظ كده قول التورنمنت ديت اللي هي البطولة الرياضية المجمعة، بيكون فيها ناس كتير وبيتنافسوا مع بعض في كل الجولات، فكلمة جولة معناها ايه؟ راوند. طب تعال نشوف الجملة. بقولك هنا unfortunately لسوء الحظ، كلمة unfortunately دي معناها لسوء الحظ، our team الفريق بتاعنا lost، خسر in the first A في الأولى of the tournament بتاعت البطولة الرياضية ديت، يبقى خسر في الجولة الأولى. فكلمة الجولة أنا قلت لك كلمة إيه؟ راوند، فتلاقيها موجودة فين؟ موجودة في الإجابة A. طب جملة كمان بقول لك هنا A أو N A، الـ A is a competition، كلمة competition معناها منافسة. تاني، competition معناها إيه؟ مسابقة أو منافسة. فبقول لك هي مسابقة in which اللي فيها players اللاعبين compete بيتنافسوا together مع بعض until لحد there is one winner، لحد ما يكون في فايز واحد. يبقى مسابقة بيكون فيها ناس كتير بتحاول ان هي تتنافس مع بعض عشان واحد فيهم يطلع الاول، يبقى دي البطولة الرياضية المجمعة اللي هي كلمة tournament اللي هي موجودة عندك في الإجابة B، هي دي الإجابة الصح. بالك يا صديقي العزيز برضو ان هو ممكن يسألك في السنانيم المرادف بتاع كلمة tournament، فالمرادف بتاعها حاجة من اتنين، يا اما كلمة competition اللي احنا لسه قايلينها من شوية في الجملة اللي هي معناها مسابقة او منافسة، وكلمة contest برضو معناها مسابقة او منافسة. يبقى تاني، حاجتين هما مرادف لكلمة tournament اللي هي معناها ايه اصلا؟ بطولة رياضية مجمعة. ايه الاتنين؟ يا اما competition يا اما كلمة contest. طب تعال نشوف جملة على الكلام ده. بقولك هنا شادي trained hard، شادي اتمرن بجد، to take part in عشان يشارك في the tournament، يشارك في البطولة الرياضية ديت. فبيقول لي the synonym المرادف of كلمة tournament is A أو N A. المرادف بتاع كلمة tournament، يلا ها قول معايا ردت بالله عليك، ما تسرعش الفيديو انا عمال ببطع عشان تحفظ معايا. tournament ليها اتنين مرادفات، ايه هما؟ كلمة contest وكلمة competition. فلو جينا بصينا نلاقي كلمة contest اللي هي الإجابة إيه؟ هي دي الإجابة الصح. بعد كده عندي برضو كلمة مهمة قوي اسمها كلمة prejudice. prejudice معناها انحياز أو ظلم أو تحيز أو تحامل ضد حاجة، أو يؤثر سلبيا على حاجة، برضو معناها prejudice. يبقى تاني، انحياز ضد حاجة، تحامل ضد حاجة، تحيز ضد الحاجة ديت، أو تأثير سلبي على الحاجة ديت، فدي كلها اسمها كلمة ايه؟ prejudice. طيب ممكن يسألك في السينونيم المرادف بتاعها، فأنا عايز حاجات تبقى بمعنى انحياز وتحيز والكلام ده كله، فعندك كلمة bias. bias معناها انحياز أو تحيز، وعندك كمان partiality، وعندك كمان discrimination. يبقى تاني، ثلاث حاجات هم مرادف لكلمة prejudice اللي معناها انحياز أو تحيز أو ظلم الحاجة، إيه هم؟ قلنا ثلاث حاجات، يا إما كلمة bias اللي معناها برضو انحياز، يا إما partiality، يا إما عندك discrimination. طب تعال نشوف الجملة ممكن يجيبها ازاي. بقولك هنا there shouldn't be a، ما ينفعش يكون في a against people، ضد الناس of different cultures اللي عندهم ثقافات مختلفة. ما ينفعش يكون في تحيز او تحامل ضد الناس اللي عندهم ثقافات مختلفة، فكلمة انحياز او تحامل او تحيز اللي هي كلمة prejudice، او التلات معاني التانيين اللي بيسووا في المعنى اللي هي كلمة bias أو partiality أو discrimination. فما لقيناش في الاختيارات كلها غير كلمة prejudice اللي هي الإجابة C، هي دي الإجابة الصح. وطالما اتكلمنا عن التحيز فنتكلم بقى عن كلمة equality اللي هي معناها المساواة. المفروض ما يبقاش في تحيز ضد حاجة، المفروض يبقى فيه مساواة، صح؟ فكلمة المساواة اللي هي كلمة إيه؟ equality.
عكسها او المضاد بتاعها هي كلمة inequality، يعني بتحط in i n قبل equality فتبقى عدم المساواة inequality. طب تعال نشوف جملة على الكلام ده. بقولك هنا the global distribution يعني التوزيع العالمي of wealth للثروات reflects بتعكس high levels of a مستويات عالية من الـ a. There are rich and extremely impoverished countries. يعني بقول لك ان هناك rich، هناك دول غنية، وهناك دول برضو extremely impoverished يعني فقيرة للغاية. يبقى انا بقول لك ان في ناس او في دولة غنية جدا وفي دول فقيرة جدا، يبقى هناك مستويات عالية من الايه في توزيع الثروات، مستويات عالية من عدم المساواة، صح؟ فكلمة عدم المساواة اللي هي كلمة ايه؟ inequality اللي هي موجودة عندك في الإجابة C. بعد كده عندي كلمة qualify. qualify ديت ممكن تيجي بمعنى يتأهل، معناها qualify يعني مثلا قلت لك ان هو بيتدرب عشان يتأهل ان هو يشتغل كدكتور مثلا، فكلمة يتأهل معناها qualify، وبرضو يتخرج معناها qualify. qualify ممكن تحط مع حرف الجر as فتبقى اسمها يتأهل ك qualify as، واس بيجي بعدها في اغلب حالاتها اللي هي الوظائف، يعني مثلا qualify as a nurse يعني ان هي بتتأهل ك ان هي تشتغل كممرضة. جاي منه صفة adjective اسمها qualified. qualified ديت معناها مؤهل، تاني مؤهل، حد مؤهل، عايز اوصف حد ان هو مؤهل للشغل ده مثلا او مؤهل للوظيفة دي فبقول عليه ان هو qualified. جاي منها كمان نون اسم اسمها qualification، دي معناها مؤهل، يعني جيت قلت لك انت محتاج مؤهلات عالية عشان تقدر تشتغل معنا في الشركة دي، يبقى انت محتاج qualifications. يبقى تاني qualify ده verb فعل معناه ايه؟ ها بص كده معناه يتأهل او يتخرج، ممكن يجي مع حرف الجر ايه؟ as، يبقى qualify as. طب الصفة adjective منها qualified معناها ايه؟ مؤهل. طب جاي منها qualification noun اسم معناها مؤهل. طب بص على الجملة عندك هنا بقولك you must work harder، لازم تشتغل بجد. the training التدريب is necessary يعني هو ضروري to ايه؟ عشان تايه؟ as a nurse كممرضة. يبقى التدريب مهم عشان تتأهلي كممرضة، فكلمة يتأهل كاليا qualify as هو حاطط لي بعد النقط as، يبقى نايس عندي qualify اللي هي موجودة عندي في الإجابة C. بعد كده عندي كلمة rank. rank ممكن تيجي verb فعل بمعنى يصنف، يصنف حاجة، يصنف مثلا مجموعة من الطلبة بناء على حاجة معناها rank، وبرضو ممكن تيجي بمعنى تصنيف معناها rank. يعني ايه؟ بص على الجملة عشان تفهم يعني ايه rank. بقول لك هنا some private universities يعني بعض الجامعات الخاصة a students ايه الطلبة in terms of، in terms of معناه وفقا لي، وفقا لي their GPAs يعني وفقا لي GPA بتاعهم. بقى عايز اقول ان الجامعات بتصنف الطلبة بتاعتها بناء على GPA، فعايز اقول يصنف، فيصنف معناه ايه؟ rank. فتلاقي عندك rank اللي هي الاجابة B هي دي الاجابة الصح. ماشي. بعد كده عندي كلمة role. role معناها دور، دور يعني جيت وقلت لك مثلا ان بابا له دور كبير في حياتي، فكلمة دور اللي انا قلتها دي معناها role. ممكن نحط معاها كلمة فده اسمها role model. role model معناها مثل اعلى او قدوة، الشخص القدوة ده او المثل الاعلى بنقول عليه role model، لكن role لوحدها معناها دور. والناس بتعمل ايه في الرجل المثل الاعلى ده؟ ها بيقتدوا بيه، صح؟ بيقتدوا بيه او بيحترموه، فكلمة يقتدي بيه او يحترم اللي هي look up to. يبقى تاني role لوحدها معناها دور، role model ده المثل الاعلى او القدوة، طب look up to دي معناها ايه؟ يحترم او يقتدي بيه. تعال نشوف جملة. بقول لك هنا a role a is a person هو شخص looked up to by يعني بيقتدى به بواسطة الـ others الآخرين as an example كمثال to be imitated. imitated ديت اللي هي في آخر الجملة معناها يقتدى به يعني أو يتقلد في تصرفاته أو يقتدى به. يبقى ده الشخص اللي إيه اللي الناس كلها بتقتدي به أو بيقتدي به الآخرين. ها ده اللي هو المثل الاعلى او القدوه، هو حاطط لي قبل النقط رول يبقى نايس موديل اللي هي موجوده عندي في الاجابه سي.
طيب جملة كمان يا سيدي بقول لك we all look a ham يعني احنا كلنا ايه بالنسبة له يعني because of بسبب his good morals بسبب اخلاقه او سلوكياته الكويسة. كلمة morals اللي في اخر الجملة دي معناها اخلاقه. يبقى احنا ايه بسبب اخلاقه الكويسة؟ ها احنا بنحترمه او بنقتدي بيه. فانا عندي قبل النقط look فناقص فيها ايه عشان يبقى معناه يحترم او يقتدي بيه؟ ناقص up to. فلو جينا بصينا نلاقي up to اللي هي الاجابة ب هي دي الاجابة الصح. بعد كده في كلمة برضو ذكرت في اليونت ديت ذكرت كده في حاجة بسيطة بس ممكن يسألك فيها هو على فكرة بيحب يسأل في الحاجات التافهة اللي الناس مركزتش عليها دي فبيحب يجيبها قوي. فعندك كلمة clay. clay معناها الصلصال او الطين. عارف انت الصلصال او الطين اللي احنا بنعمل منه الاواني الفخارية دي اسمه ايه؟ clay. جاي منها بقى طالما اتكلمنا عن الكلاي الصلصال فالصلصال ده بيتعمل منه الاواني الفخاريه. فالاواني الفخاريه دي معناها ايه؟ pottery bowls. تاني pottery bowls دي معناها ايه؟ الاواني الفخاريه. فممكن يجيب لك جمله مثلا ويقول لك ايه؟ يقول لك pottery bowls يعني الاواني الفخاريه are made of ايه؟ هي مصنوعه من الايه؟ ها مصنوعه من الصلصال او الطين. يبقى الصلصال او الطين اللي هي كلمه كلاي اللي هي الاجابه دي هي دي صح. يبقى اوعى تنسى clay يعني الطين او الصلصال جاي منها pottery bowls اللي هي الاواني الفخاريه اللي بتتصنع اصلا من الصلصال والطين ده. بعد كده عندي كلمه confidence. confidence دي ناون اسم معناها الثقه. الثقه معناها ايه؟ confidence جاي منها الصفه الادجكتيف اسمها confident. confident معناها واثق. واثق حد واثق كده من نفسه يبقى هو confident self confident. يبقى confident معناها واثق ودي ايه؟ adjective صفة. طيب عايزك تعرف برضو ان في تعبيرين كده اوعى تنساهم. بص عندك give confidence to وعندك have confidence in. الاتنين دول معناهم يثق فيه بس ليه انا كاتبهم لك؟ عشان ممكن يلعب قوي في حتة confidence ديت ويحط لك النقط قبل كلمة confidence. فانت تبقى عارف ان confidence لو انا عايز احطها في الجملة بمعنى ان هو يدي الثقة لحد او عنده ثقة في حد او يثق في حد فممكن تحط قبلها كلمة give وممكن تحط قبلها have على حسب بعدها حرف جر ايه. يعني يا اما يكون بعدها to يبقى كده المفروض يكون قبلها give. طب لو بعد confidence in يبقى المفروض يكون قبلها have. مش فاهم؟ بص على الجملة بقول لك to succeed عشان تنجح you should a confidence in your abilities يعني انت يجب ان انت الثقة في abilities. abilities يعني قدراتك يبقى محتاج تثق في قدراتك. طيب انا عندي confidence in يبقى نايس قبلها ايه؟ have. يبقى اختار من عندي have اللي هي الاجابة بيه يبقى اوعى تنسى have confidence in يعني لديه الثقة فيه او يثق فيه. طب جملة كمان بقول لك هنا parents يعني الآباء should either children يجب ان هما ايه اطفالهم confidence الثقة to depend عشان يعتمدوا على themselves انفسهم. انا عندي confidence to يبقى المفروض احط قبلها في ايه؟ give صح؟ عشان يبقى give confidence to معناها يعطي الثقة لي او يثق فيه. وهنا فعلا يبقى معنى الجملة ان الاباء يجب ان هما يدوا الثقة لاطفالهم عشان او يثقوا في قدراتهم ويعتمدوا على نفسهم. يبقى هنا انا محتاج فعل give. ليه؟ عشان confidence بعدها to. يبقى اختار من عندي give اللي هي الاجابة ايه. يبقى اوعى تنسى have confidence in و give confidence to الاتنين بيدوا معنى كده مشابه لبعض اللي هو يثق فيه. طيب ممكن يجي يسألك في السينونيم المرادف بتاع كلمة confidence اللي هي معناها الايه؟ معناها الثقة. فانا عايز حاجات بمعنى الثقة برضو عشان تبقى مرادف ليها. فعندك ثلاث حاجات ايه هما؟ عندك trust وعندك belief وعندك reliance. تاني trust وعندك belief وعندك reliance. احفظ trust وعندك belief وعندك reliance. التلاتة هما مرادف لكلمة ايه؟ confidence اللي هي معناها ايه؟ الثقة. طب مش ممكن يسألك في الانتونيم المضاد؟ طب المضاد بتاع كلمة confidence اللي هي معناها الثقة عندك برضو تلات حاجات. عندك distrust وعندك doubt وعندك uncertainty. تاني تلات حاجات
هما مضاد لكلمة confidence. ها ايه هما؟ عندك distrust وعندك doubt وعندك uncertainty. تلاتة دول اللي هما معناهم عدم الثقة او الشك. يبقى احفظ المرادف بتاع كلمة confidence اللي معناها الثقة، تلات حاجات trust, belief, reliance. طب المضاد بتاع كلمة confidence اللي هي معناها الثقة برضو تلات حاجات distrust او doubt او uncertainty. بعد كده عندي كلمة attitude. attitude دي معناها موقف، موقف حد من حاجة معناها attitude، او توجه، توجه حد في حاجة معينة، توجهه مثلا في حل المشكلة دي، توجهه في فكره معناها برضو attitude. وبرضو ممكن تيجي بمعنى وجهة نظر حد في حاجة معينة معناها attitude. يبقى تاني، موقف حد من حاجة او وجهة نظره في حاجة او توجهه في حاجة معينة معناها ايه؟ attitude. طب تعال اوريك الجملة عليها. بقولك هنا النقط means ايه معناه the opinion الرأي and the feeling والشعور that you usually have اللي بيكون عندك about something تجاه شيء ما. يبقى ده وجهة نظرك في الحاجة، صح؟ رأيك في الحاجة وشعورك تجاه الحاجة ديت اللي هي وجهة نظرك ناحيته او موقفك ناحيته او توجهك ناحيته. فموقفك ناحية حاجة او رأيك في حاجة او وجهة نظرك في حاجة او توجهك في حاجة اللي هي كلمة attitude اللي هي موجودة عندك في الاجابة C. ممكن يجي يسألك في السنانيم المرادف. فالمرادف بتاع كلمة attitude عندك حاجتين، approach وعندك opinion. الاثنين دول approach دي معناها توجه وopinion اللي معناها رأي. يبقى تاني المرادف بتاع كلمة attitude عندك حاجة من اتنين، احفظ approach وايه وopinion. ها approach وopinion. طب تعال نشوف جملة عليها مثلا. فبقولك he had a different attitude يعني هو عنده توجه مختلف towards ناحية the problem المشكلة. فبقول the word كلمة attitude can be replaced by a. طالما قال لك can be replaced by يمكن ان تستبدل بواسطة، يبقى عايز مرادف. فالمرادف بتاع attitude انا قلت لك حاجتين approach او opinion. فلو جينا بصينا هنلاقي كلمة approach اللي هي الاجابة دي هي دي الاجابة الصح. بعد كده عندي كلمة name after. name after معناها يسمي شخص على اسم شخص اخر. يعني جيت قلت لك بابا كان مصمم ان هو يسميني على اسم ابوه، فيسمي حد على اسم حد تاني معناها name after. يعني ايه؟ بص على الجملة هنا، بقول لك علي insisted on. كلمة insisted on اللي بعد علي دي معناها اصر على، اصر على حاجة insisted on. فبيقول لي علي اصر على ان هو naming his new baby ان هو يسمي ولده الصغير ايه his father. يبقى عايز اقول ان هو يسمي ولده الصغير على اسم ابوه، فيسمي على اسم اسمها name after. هو حطيت لي قبل النقط اللي هي new baby وقبلها naming حطيت name، يبقى ناقص after. يبقى مكان النقط هنا وعايز نختار حرف جر، يبقى هقول له احط حرف الجر after عشان لما بيتحط بعد name بيبقى معناها يسمي على اسم. فاختار من عندي after اللي هي الاجابة C. بعد كده عندي retire. retire معناه يتقاعد او يعتزل من العمل. يتقاعد من العمل او يعتزل من العمل معناه ايه؟ retire. والماضي منها اللي هي retired اللي هي معناها تقاعد. طيب جاي منها النون الاسم بتاعها اسمه retirement. retirement معناها التقاعد. التقاعد يا جيت قلت لك ان التقاعد او الاعتزال عن العمل دوت هو حاجة مملة جدا، فكلمة التقاعد او الاعتزال عن العمل اللي هي كلمة ايه؟ retirement. طيب جاي منها retired دي adjective صفة معناها متقاعد عن العمل. يا جيت قلت لك بابا هو متقاعد عن العمل دلوقتي، فعايز اوصف بابا انه متقاعد عن العمل بقول عليه ان هو ايه؟ retired. طيب تعال نشوف جملة. بقول لك هنا at the age of 60 يعني في سن الستين my father بابا ايه؟ يبقى عايز اقول في سن الستين بابا تقاعد عن العمل، فكلمة تقاعد عن العمل يبقى اختار من عندي retired اللي هي الاجابة B. خلي بالك ان انا بقول في سن الستين بابا تقاعد، بتكلم في الماضي عشان كده انا عايز فعل اللي هو يتقاعد وفي الماضي، فعشان كده اخترت retired اللي هي الاجابة B وما بصيتش لاي اختيار تاني لان كل الاختيارات شبه بعض. انا المعنى بتاعي كان عايز verb فعل اللي هو تقاعد، فعل او فعل في الماضي، فالفعل اللي في الماضي او الverb اللي موجود عندي في الباست هنا اللي هي retired اللي هي الاجابة B. بعد كده
بعد كده عندي كلمة obstacles. obstacles معناها عقبات، عقبات في طريقك مثلا للنجاح، عقبات في طريقك لتحقيق المشروع، معناها ايه؟ obstacles. تاني اسمها ايه؟ obstacles. معناها ايه؟ عقبات. برضو عندي كلمة ذكرت في اليونت دي اسمها demonstrate. demonstrate معناها يوضح حاجة او يبين حاجة او يبرهن على صحة حاجة، معناها demonstrate. يبقى تاني obstacles معناها عقبات، وكلمة demonstrate معناها يوضح حاجة او يبين حاجة. قول معايا، ها، يوضح حاجة ويبين حاجة اللي كلمة ايه؟ demonstrate. طب عقبات معناها ايه؟ obstacles. طب تعال نشوف الجمل عليه. بقول لك هنا the major A، يعني الA الرئيسي to achieving، في تحقيق that project، هذا المشروع، is money، هو الفلوس. there is not enough fund، مفيش تمويل كفاية. يبقى عايز اقول العقبة الوحيدة في تنفيذ هذا المشروع هو الفلوس. فكلمة العقبة اللي هي obstacle، اللي هي موجودة فين؟ موجودة في الإجابة D. طب الجملة اللي بعدها بقول لك the teacher، يعني المدرس، asked her، يعني طلب منها to a، ان هي ايه؟ her painting، الرسمة بتاعتها، to the students، للطلبة. فاكيد طلب منها ان هي توضح الرسمة بتاعتها شوية للطلبة. فكلمة يوضح او يبين اللي هي كلمة ايه؟ demonstrate. هتلاقيها موجودة فين؟ في الاجابة B. فممكن يجي حد مثلا ويقول لي بقول لك ايه، ما ممكن تبقى كلمة تانية، ما يعني هو عشان انا بتكلم في الديمونستريت يبقى هي دي الاجابة الصح. ما تبص يا عم على بقية الاجابات. اول اجابة بقول لك كوز، يسبب، تنفع يسبب الرسمة؟ لا. طب الاجابة سي، ديستروي، يدمر الرسمة لبقية الطلبة؟ لا برضو. طب الاجابة دي، ديتاكت، يتحقق من حاجة؟ برضو لا. يبقى يوضح او يبين الرسمة اللي هي كلمة ديمونستريت، اللي هي الاجابة بي. بعد كده عندي كلمة purify. purify معناه ينقي، عارف انت، ينقي المية، خليها ناقية، بس خلي بالك ده verb فعل، ينقي معناه ايه؟ purify. طب تعال شوف الجملة عليه. بقول لك هنا scientists، العلماء، have found a way، وجدوا طريقة، to a drinking water، ان هم ايه؟ مياه الشرب، using 24% باستخدام 24% less energy، طاقة أقل، than what is typically used، عن ما هو معتاد استخدامه. يبقى العلماء وجدوا طريقة لتنقية المياه بتاعت الشرب، فينقي معناها ايه؟ purify. موجودة فين؟ موجودة عندك في الإجابة A. طيب بص بقى يا سيدي، أنا عايزك تاخد ريست، حلو؟ خد لك ريست كده نص ساعة، راجع فيه على اللي فات ده، حلو الكلام؟ تاني خد لك ريست كده بسيط، راجع فيه على اللي فات، مش هياخدوا منك حوالي ربع ساعة نص ساعة مراجعة، لأن أنت يعتبر حفظت معظمهم معايا. راجع عليهم بسرعة من الملزمة اللي موجودة في وصف الفيديو تحت، نزلها وخليها معاك وراجع منها، وبعد كده كمل معايا فاضل جزء كمان، ويبقى كده أي كلمة ذكرت في اليونت ديت بمجتملاتها بتفاصيلها بحبشتكنتها إن شاء الله رب العالمين ما سبناش حاجة فيها. فاهدى كده حبة، خد لك ريست كده حبة، وبعد كده تعالى كمل معايا. تعالى بقى نروح على الجزء الثاني اللي المفروض نذاكره برضو من اليونت ديت. احنا قلنا بقى انا عايزك تقسم مذاكرتك على جزئين، فالمفروض ان انت ريحت شويه ورجعت اللي فات، فتعالى نخش على الجزء الثاني، وبرضو في شويه كلمات تانية. وخلي بالك انا مش هلخص لك حاجه، انا مش هلخص حاجه، انا بحاول اعمل حاجه بما يرضي الله. يعني طالما قلت لك مراجعه كلمات يونت كامله، يبقى لازم احط لك كل تفصيله ذكرت في اليونت ديت، وكل تفصيله ممكن اللي هيحط لك الامتحان اصلا يفكر فيها، فعايزك تركز معايا. بسم الله. عندنا بعد كده كلمه اسمها جرامبي، تاني اسمها ايه؟ جرامبي. جرامبي ديت معناها حد غاضب، عايز توصف حد ان هو غاضب كده تقول عليه ان هو جرامبي، او حد حاد الطبع او عصبي بنقول عليه برضو جرامبي. تاني، حد بيتعصب بسرعة كده، انت شايف ان هو بيتعصب بسرعة بيتضايق بسرعة، تقول عليه ان هو جرامبي، حد الطبع. وبرضو حد غاضب ممكن تقول عليه ايه؟ جرامبي. برضو في حاجة تانية بمعنى غاضب، وهي كلمة كراس. كراس ديت لو جت صفة adjective برضو معناها غاضب. تاني، غاضب نقول عليه ايه؟ كراس. بس خلي بالك ان كراس ديت لو جت فيرب فعل فبتيجي بمعنى يعبر، يعني مثلا يعبر الشارع يبقى كراس ذا ستريت. يبقى تاني،
امشي معايا واحده واحده. جرامبي احنا قلنا حد غاضب، جرامبي حد الطبع كده وبيتعصب بسرعه، جرامبي. طيب وقلنا كلمه كراس برضو بتيجي بمعنى غاضب، بس ده لو جت ادجكتيف صفه، ولكن لو جت فيرب فعل فيبقى معناها يعبر، يعبر حاجه، يعبر الطريق مثلا، فكده معناها ايه؟ كراس. برضو عندي كلمه ابسيت، ابسيت معناها منزعج او قلق، حد قلقان كده او منزعج كده ومتضايق بقول عليه ان هو ايه؟ ابسيت. تاني حد متضايق او منزعج كده او قلقان من حاجه بقول عليه ان هو ايه؟ ابسيت. برضو عندي في صفه كمان اسمها كرويل، كرويل دي معناها قاسي، حد قاسي كده الطبع بقول عليه كلمة ايه؟ كرويل. يبقى تاني كل دول هما شوية صفات احفظهم معايا. اول واحدة جرامبي قلنا معناها ايه؟ غاضب او حد الطبع بتعصب بسرعة. بعد كده كراس قلنا دي معناها غاضب، لكن كراس لو جت فيرب فعل فمعناها ايه؟ يعبر. بعد كده خدنا كلمة ابسيت معناها ايه؟ منزعج او متضايق او قلقان. بعد كده قلنا كلمة كرويل اللي هي معناها قاسي. تعال نشوف جمل على الكلام دوت بحيث نثبتهم في دماغنا. اول جمله بقول لك sad tempered and easily annoyed، يعني بقول لك حزين tempered يعني عارف انت عصبي كده، and easily annoyed وبيتضايق بسرعه، means ايه؟ بيعني ايه؟ يبقى انا بقول لك حزين حد الطبع او عصبي وبيتضايق بسرعه، يبقى ده اللي هو الشخص الحاد الطبع صح، او اللي بيتعصب بسرعه اللي هو الشخص الايه؟ جرامبي. اللي هي موجوده فين؟ موجوده عندك في الاجابه دي. طب الجمله اللي بعدها بقول لك my neighbor's children، يعني اطفال الجيران بتوعي، قوس بيسببوا a lot of noise، بيسببوا الكثير من الضوضاء، which makes me، والذي بيجعلني unhappy، بيجعلني مش سعيد and a وa. يبقى الضوضاء بتخليني مش سعيد وa. تعال ما نشوف الاختيارات. اول اختيار pleased، pleased دي معناه سعيد، هل الضوضاء بتخليني سعيد؟ لا. الاجابة بي cross، كراس معناها غاضب. ممكن اقول ان الكثير من الضوضاء ده بيخليني غير سعيد وغاضب، فكلمة غاضب اللي هي كراس اللي هي الاجابة بي صحيحة. طب الاجابة سي بقول لك disobedient، disobedient ديت معناها عاصي، عاصي يعني ما بيسمعش الكلام. لا برضو. طب الاجابة دي dishonest دي معناها غير امين. لا انا عايز اقول كثير من الضوضاء بتجعلني غير سعيد ومتضايق او غاضب، فكلمة متضايق أو غاضب فلقينا كلمة كراس. طب الجملة اللي بعدها بقول لك don't be a، ما تبقاش a، يعني مش لازم تبقى a، everything كل شيء will be okay، كل شيء هيبقى تمام. يبقى أنا بقول لك ما تبقاش a، ما تقلقش كل حاجة هتبقى تمام، يبقى عايز أقول له ما تبقاش متضايق صح، أو ما تبقاش قلقان كل حاجة. فانا هنا عايز اقول له ما تبقاش متضايق او متوتر او قلقان، فكلمه متضايق او متوتر او قلقان هتلاقي كلمه upset اللي موجوده في الاجابه سي. فيجي حد يقول لي طب ما ممكن تنفع اجابه تانية، اقول لك ماشي. طيب بص على بقيه الاختيارات. الاختيار ايه؟ calm هادئ، هل ينفع اقول لك ما تبقاش هادي كل حاجه هتبقى تمام؟ لا. الاجابه بي relaxing، relaxing معناها مريح، اقول لك ما تبقاش مريح؟ لا برضو. والاجابه دي ugly، ugly معناها قبيح، لا برضو هتنفعش. انا هنا عايز اقول ما تبقاش متضايق كل حاجه هتبقى تمام، فكلمه متضايق اللي هي upset. طب جمله كمان بقول لك the protagonist، ايه ده؟ ايه كلمه protagonist ديت؟ معناها بطل الروايه. تاني protagonist معناها ايه؟ بطل الروايه. فبقول لك بطل الروايه had a heart of stone، كان عنده heart، كان عنده قلب of stone، قلب حجر. يبقى انا لما اجي اقول على حد قلبه حجر يبقى قصدي ان انا اقول ان هو قاسي صح كده، فبقول لك she was، ان هي كانت ايه؟ to everyone، هي كانت ايه؟ مع كل الناس، يبقى هي كانت قاسية مع كل الناس، فكلمه قاسي اللي هي كلمه cruel اللي هي موجوده عندك في الاجابه دي اخر اجابه خالص. طيب حبت كده التفاصيل في اللذيذ، ممكن يجي يسألك في السينونيم المرادف بتاع كلمة جرامبي اللي هي معناها غاضب أو بيتعصب بسرعة أو حاد الطبع، فإيه المرادف بتاعها؟ فعندك المرادف بتاعها اللي هي كلمة كراس اللي هي معناها غاضب، وكلمة فيوريوس اللي هي برضو معناها غاضب. يبقى تاني اتنين مرادف لكلمة جرامبي، إيه هما؟ عندك كراس وعندك إيه كمان؟ عندك كلمة فيوريوس.
طيب مش ممكن يسألك في الانتونيم المضاد بتاعها؟ فالمضاد بتاع كلمة grumpy اللي معناها غاضب، ايه المضاد بتاعها؟ فعندي كلمة friendly، عندي كلمة tolerant، وعندي كمان كلمة kind. تاني تلات حاجات اقدر اقول ان هما مضاد لكلمة grumpy، ايه هما؟ قلنا عندنا friendly اللي معناها ودود، عندنا كلمة tolerant اللي معناها متسامح، شخص متسامح، وعندنا كلمة kind اللي معناها طيب او عطوف. طيب تعال نشوف جملة ممكن يجيبها لنا. بقولك محمد was grumpy، يعني محمد كان غاضب، because he couldn't find، لان هو ما قدرش يجد his glasses، ما قدرش يجد النظارات بتاعته. فبقولك the antonym المضاد of grumpy، المضاد بتاع كلمة grumpy is a. فانا قلت لك المضاد بتاع grumpy كان ثلاث حاجات، قولهم معايا كده تاني عشان تحفظهم، قول واحفظ، انا مش عايزك تتفرج عليها وخلاص. فعندك المضاد ثلاث حاجات، قلنا كلمة friendly او tolerant او kind. فلو جينا بصينا في الاختيارات هنلاقي كلمة friendly اللي هي الاجابة دي، هي دي الاجابة الصح. طيب عايز اعرفك برضو الانتونيم المضاد بتاع كلمة cruel، هي cruel كان معناها قاسي صح؟ ايه المضاد بتاعها؟ فالمضاد بتاعها حد طيب كده او حد ودود، فممكن تقول حاجة من اتنين، ممكن تقول kind، ممكن تقول friendly. يبقى تاني عندنا اتنين مضاد، اتنين antonym لكلمة cruel اللي معناها قاسي، ايه هما؟ قلنا كلمة kind وعندنا كلمة friendly. طب تعال نشوف جملة على الكلام ده. بقولك هنا he is one، هو واحد of the cruelest trainers، يعني هو واحد من المدربين الأشد قسوة in the world في العالم. فبيقول لي the opposite of cruelest، هي كلمة opposite معناها ايه؟ مضاد. يبقى هنا بيسألني في مضاد كلمة cruelest، فأنا عندي cruelest ديت اللي هي cruel وبحطت لها est، فcruel اللي هي قاسي، ايه المضاد بتاعها؟ عندي حاجة من اتنين، kind وعندي friendly، صح كده؟ فلو جينا بصينا تعالى كده اما نشوف، هنلاقي عندنا كلمة kindest اللي هي الإجابة ايه؟ kind، وحطت لها est، يبقى هي دي المضاد بتاع كلمة cruelest. طيب تعالى نشد دول كده على جنب ونتكلم في حاجة تانية، وهي كلمة cheerful. cheerful معناها مبتهج أو مبهج. تاني هي صفة adjective معناها مبتهج cheerful او مبهج، برضو معناها ايه؟ cheerful. طيب المرادف بتاعها بالمرة، السينونيم بتاعها، ممكن يسألك في المرادف بتاعها، فالمرادف بتاعها هي كلمة joyful وكلمة optimistic. تاني لو سألك في المرادف السينونيم بتاع كلمة cheerful اللي هي معناها مبتهج او مبهج، فممكن تقول حاجة من اتنين، ممكن تقول joyful او optimistic. طب مش ممكن يسألك في المضاد الانتونيم؟ فلو سألك في المضاد الانتونيم فانت ممكن تقول حاجة من اتنين، يا اما cheerless يا اما depressed. cheerless ديت اللي هي بمعنى غير مبتهج، وكلمة depressed اللي هي معناها محبط او حزين. يبقى تاني حاجتين هما انتونيم مضاد، ايه هما الانتونيم المضاد بتوع كلمة cheerful؟ ايه هي؟ عندنا كلمة cheerless وعندنا كلمة depressed. طب المرادف بتاعها قررهم معايا كده تاني عشان تحفظهم. فالمرادف برضو كان عندي حاجتين، joyful وعندي كلمة optimistic. طب تعال نشوف جملة على الكلام ده. الجملة هنا بقولك I like his cheerful way، انا بحب طريقته المبهجة of speaking في التحدث. فبقولك the antonym المضاد of cheerful is a، مضاد كلمة cheerful، يلا قول معايا هو المضاد كان كم كلمة؟ اتنين، يا اما cheerless يا اما depressed. فلو جينا بصينا هنلاقي كلمة depressed اللي هي الإجابة C. جملة كمان، الجملة اللي بعدها بقول لك seeing her cheerful face، يعني رؤية وجهها المبهج دوت، I realized أنا أدركت that she has got the job، إن هي حصلت على وظيفة. فبقول لك we can replace، إحنا نقدر نستبدل the word كلمة cheerful with A. طالما بقول لك نستبدل الكلمة بإيه، يبقى أنا عايز مرادف ليها. فالمرادف أنا قلت لك حاجة من اتنين، كررهم تاني عشان تحفظهم، كلمة joyful وكلمة optimistic. فلو جينا بصينا هنلاقي كلمة joyful اللي هي الإجابة دي، هي دي الإجابة الصح. بعد كده عندي كلمة defy. defy دي verb فعل معناها يتحدى حاجة، معناها defy يخالف حاجة أو يعصى حاجة، برضو معناها defy. تاني defy معناه ايه؟ يتحدى حاجة defy، يعصى حاجة او يخالف حاجة برضو ايه؟ defy.
ممكن يسألك في السينونيم المرادف بتاعها، فالمرادف بتاعها هي معناها يتحدى حاجة، فممكن نقول تشالنج، أو برضو ممكن نقول ريزيست اللي هي معناها يقاوم، أو ممكن نقول ديسوباي اللي هي معناها يعصى حاجة. يبقى تاني، ثلاث حاجات هما مرادف لكلمة ديفاي اللي هي معناها ايه اصلا؟ يخالف حاجة او يعصى حاجة او يتحدى حاجة. فقلنا كلمة تشالنج او ريزيست او ديسوباي. طيب الانتونيم بقى المضاد بتاع كلمة ديفاي، فقال لي لو انت لقيت ديفاي في الجملة بمعنى يتحدى وعايز الانتونيم المضاد بتاعها، فممكن تقول حاجة من اتنين، ممكن تقول give up او surrender، الاثنين بمعنى يستسلم، او يتحدى حاجة مضادها يستسلم، فيستسلم ليه give up او surrender. طيب لو انا لقيت defy في الجملة مش معناها يتحدى، ده كان معناها يعصى حاجة او يخالف حاجة، فساعتها المضاد بتاعها يبقى ايه؟ فممكن تقول obey وممكن تقول follow. obey اللي هي بمعنى يطيع، وfollow اللي هي بمعنى يتبع. يبقى تاني امشي معايا واحده واحده، defy كان معناها ايه؟ يخالف حاجه او يعصى حاجه او يتحدى حاجه، المرادف بتاعها ايه؟ فقلنا المرادف بتاعها challenge او resist او disobey. طيب قلنا بقى المضاد الانتونيم، فقلنا ديفاي لو جت بمعنى يتحدى فيبقى الانتونيم بتاعها ايه؟ يبقى حاجه من اتنين، يا اما سرندر يا اما جيف اب اللي معناها يستسلم. طيب لو انا لقيت ديفاي في الجمله ما كانش معناها يتحدى، ده كان معناها يعصى حاجه او يخالف حاجه، فالمضاد بتاعها هي اوباي اللي بمعنى يطيع، او فولو اللي بمعنى يتبع. طب تعالى نشوف جمله على الكلام ده. الجمله هنا بقول لك يو كان نوت ديفاي، انت ما تقدرش ان انت تتحدى two armed men، ما تقدرش تتحان او تتحدى اتنين من الرجال armed، armed يعني مسلحين، on your own لوحدك. فبيقول لي the word defy، كلمة defy can be replaced by، طالما قال لك can be replaced by تقدر تستبدلها بواسطة ايه؟ يعني بيتكلم عن المرادف، فالمرادف بتاع defy احنا كنا قلنا ثلاث حاجات، قولهم معايا تناش تحفظه، challenge resist او disobey. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي كلمة resist اللي هي الاجابة ايه؟ هي دي المرادف الوحيد اللي موجود في الاختيارات. بعد كده برضو عندي في كلمة كده ذكرت في اليونت ديت، والكلمة دي هتتكرر معانا على مدار المنهج، وهي كلمة majority. majority معناها اغلبية، اغلبية حاجة بنقول majority، تاني اسمها ايه؟ majority. طيب المرادف بتاعها السينونيم بتاعها عشان ممكن يسألك فيها، فالمرادف بتاع كلمة majority حاجة من اتنين، يا إما كلمة mass يا إما كلمة superiority، تاني يا إما كلمة mass أو superiority. طيب المضاد الأنتونيم بتاعها، فالمضاد بتاعها هي كلمة minority، minority اللي هي معناها أقلية، ما عكس أغلبية أقلية، يبقى تاني majority معناها أغلبية حاجة. بعد كده قلنا المرادف بتاعها، قلنا المرادف حاجة من اتنين، يا إما mass يا إما superiority. طب الأنتونيم المضاد بتاعها كلمة minority. طب تعال نشوف الجملة تيجي ازاي. بقول لك علي was happy، علي كان مبسوط because لأن the A elected him، لأن الـ A انتخبوه، اللي بعد النقط elected يعني انتخبوه، يبقى أنا عايز أقول إن هو كان مبسوط لأن الأغلبية انتخبوه، فكلمة الأغلبية هي كلمة majority اللي هي موجودة فين؟ موجودة عندي في الإجابة B. طب الجملة اللي بعدها بقول لك his suggestion يعني اقتراحه was accepted يعني تم قبوله by most of the members يعني عن طريق معظم الممبرز معظم الأعضاء، but a not refused it ولكن ايه؟ رفضوه. ايه ده؟ ده انا بقول لك ان معظم الناس قبلوا الاقتراح بتاعه ولكن ايه بس هم اللي رفضوه، يبقى اقلية هم اللي رفضوه، فكلمة اقلية من قايلها لك اللي هي كلمة minority هتلاقيها موجودة عندك في الاجابة B. يبقى تاني majority اغلبية، عكسها او الانتونيم بتاعها هي كلمة minority اللي معناها ايه؟ اقلية. بعد كده عندي كلمة stereotype. stereotype معناها الصورة النمطية بتاعت حاجة او الصورة المعتادة بتاعت حاجة، يعني ممكن مثلا اقول لك ان الصورة المعتادة للست المصرية ان هي مثلا تبقى ست بيت او ربة منزل ما بقتش موجودة دلوقتي، الست بقت بتشتغل زيها زي الرجال، فكلمة الصورة النمطية او الصورة المعتادة لحاجة اللي هي كلمة ايه؟ stereotype.
طيب جملة عليه. بقول لك هنا the A of the woman يعني الA بتاعة الست. As a homemaker يعني كربة منزل no longer exists لم تعد موجودة. She now holds هي دلوقتي بتمسك prominent positions بتمسك وظائف مرموقة around the world حول العالم. يبقى انا عايز اقول ان الصوره النمطيه او الصوره المعتاده بتاعت الست ان هي بس تبقى ربه منزل ما بقتش موجوده، فكلمه الصوره النمطيه او الصوره المعتاده اللي هي كلمه stereotype موجوده عندك في الاجابه B. بعد كده عندي كلمه كمان برضو مهمه هي كلمه significant. significant دي صفه adjective معناها ايه؟ هام ممكن تجيب معنى هام significant، ملحوظ حاجة ملحوظة نقول عليها significant، أو ذو مغزى أو ذو معنى برضو significant. تاني significant ممكن تجيب معنى مهم أو هام، ممكن تجيب معنى حاجة ملحوظة كده بشكل كبير نقول عليها significant، وكمان ممكن تجيب معنى بمغزى حاجة لها مغزى أو حاجة لها معنى. طب تعال نشوف جملة عليها. بقول لك there is a not increase يعني هناك زيادة ايه in online sales في المبيعات بتاعت الاونلاين. people الناس prefer بيفضلوا to buy items ان هم يشتروا الايتيمز اللي هي الحاجات اللي عايزينها at reduced prices باسعار مخفضة. يبقى انا عايز اقول هناك زيادة ايه في مبيعات الاونلاين، يبقى عايز اقول هناك زيادة ملحوظة ملحوظة، فكلمة ملحوظة اللي هي كلمة ايه؟ significant موجودة عندي فين؟ موجودة عندي في الإجابة B. طيب ممكن يجي يسألك في السينونيم المرادف بتاع كلمة significant، فالمرادف بتاع كلمة significant فانت ممكن تقول important اللي هي معناها مهمة أصلا، اللي significant معناها هام، فممكن نقول المرادف بتاعها هي important، أو برضو ممكن نقول meaningful اللي هي بمعنى ذو معنى، فهي برضو كلمة significant بتيجي بمعنى ذو مغزى او ذو معنى. يبقى كده عندي اتنين مرادف او اتنين synonym لكلمة significant، والكلمة دي مهمة جدا. المرادف بتاعها كلمة important او meaningful. طيب مش ممكن يسألني في المضاد؟ فلو سألني في الانتونيم المضاد فممكن نقول حاجة من تلاتة، ممكن نقول trivial اللي هي بمعنى تافه، ممكن نقول minor اللي هي بمعنى برضو صغير جدا او تافه، وممكن نقول unimportant اللي هي بمعنى غير مهم. يبقى تاني تلات حاجات هم مضاد لكلمة significant وعمال اكرر عشان تحفظ. ايه هم التلاتة؟ كلمة trivial، كلمة minor، كلمة unimportant. وللعلم بالشيء كلمة trivial معناها تافه او صغير، كلمة minor برضو معناها صغير جدا او تافه، و unimportant اللي هي بمعنى غير مهم. طب تعالوا نشوف الجملة ممكن يجيبها ازاي. بقول لك they held a meeting يعني هم عملوا اجتماع to discuss عشان يناقشوا a significant offer، عشان يناقشوا عرض significant عرض مهم. فبقول لك the opposite المضاد of significant is a، ده عايز المضاد بتاع كلمة significant، فاحنا قلنا المضاد حاجة من ثلاثة، قولهم تاني عشان تحفظهم، يا إما كلمة minor يا إما كلمة trivial يا إما كلمة unimportant. فلو جينا بصينا هنلاقي بس هي كلمة trivial اللي هي الإجابة A هي دي الوحيدة المضاد اللي عندي. ما تقوم تعمل لنا كده، اعمل لنا كوباية قهوة أحسن، واحد فاصل خالص. عارف في كلمتين كده بحبهم أوي كنت عايز أقول لهم، بص يعني بس ما تتريقش تتريقش، هما كلمتين أنا بحبهم صراحة وبيشجعوني كده وبيحفزوني. بص يا سيدي بنقول ايه بقى؟ حاول تاني، ربنا موجود. لو كل الناس فرقوا غابوا، لو كل الناس زموا عابوا، ربنا لا بيقفل اعتابه ولا شايفك زي ما شايفينك. لو كتر الشيل وبدأت تميل وسكنت الليل تبكي على وعود، ومشيت اميال في طريق مسدود، وبدأت تحس انك مرفوض، فافتكر ان ربنا موجود قادر وفي جزء من الثانية يخلق منك روح تانية. ربك كريم ودود وهو اللي عالم بيك، فكل ما تيأس خليك فاكر ان ربنا موجود. فانت بحب اقول كلمتين دول، حلوين الكلمتين دول حتة كده. طيب تعال نكمل بقى يا سيدي. بص اللي جاي دي مهمة قوي 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 وركز معي. بص عندي كلمة proud، proud ديت معناها فخور، بس ركز بقى معايا. بص proud ممكن يجي معاها of تبقى معناها فخور بيه، وبرضو proud
ممكن يجي معاها وبرضه ممكن تقول فخور بي بطريقه تانية، تقول take pride in. يبقى تاني فخور بي ممكن تقول ايه؟ proud of او take pride in. وبرضه خلي بالك ان proud ممكن يجي وراه حرف الجر to، هيبقى معناها فخور ان هو يعمل حاجة معينة، ولكن ما ينفعش تحط بعد proud to الا لو انت عندك فعل في المصدر بعد to، يعني فعل بدون اضافة. وعندك بالمناسبة برضو كلمة pride ديت اللي هي البي الخفيفة، لا دي مش معناها فخر، دي معناها عروسة. يبقى تاني فخور بي ممكن تقول proud of او take pride in. وبرضو عندك كلمة فخور ان هو يعمل حاجة معينة فهي proud، بس يجي ورا حرف الجر to لو عندك فعل في المصدر، وهنشوفها في الجمل دلوقتي. وكلمة bride العادية ديت فدي معناها عروسة. لا تعال نشوف الجمل ممكن تيجي ازاي. بقولك هنا we all were proud a فريال اشرف، انا عايز اقول ان احنا كلنا كنا فخورين بفريال اشرف، ففخور بي اسمها proud of او take pride in. هو هنا حاطط لي قبل النوع proud يبقى احط لها حرف الجر of، فاختار من عندي of للإجابة A. طب بص الجملة اللي بعدها، بقولك فريال اشرف was proud a win the gold medal. فيجي حد بقى يقول لي قبل النقطة انا عندي proud يبقى احط لها اف على طول، اقول لك اثبت كده واهدى وخليك راسي ومتبقاش خفيف. ليه؟ انت عندك بعض النقط وين دي معناها يفوز، ده فعل وفعل في الانفينيتيف المصدر. طيب هي proud لما يبقى معاها فعل في الانفينيتيف المصدر المفروض احط معاها ايه؟ المفروض احط معاها to مش اف، يبقى هنا هحط to اللي هي الاجابة B. طب جملة كمان بقولك I will never forget، أنا عمري ما هنسى أبدا the day اليوم my daughter اللي بنتي but on، يعني كانت لابسة wedding dress، كانت لابسة فستان الزفاف بتاعها and became a نقط وأصبحت إيه. فطبعا طالما كانت لابسة فستان الزفاف فهي أصبحت عروسة، فكلمة عروسة اللي هي pride بس البي الخفيفة، فبرايد موجودة فين؟ موجودة عندك في الإجابة B. بعد كده عندي كلمة debate. debate ديت معناها مناظرة أو مناقشة، بتعمل مناظرة في مناظرة بين اتنين بيتحدثوا في حاجة وبيناقشوا حاجة، أو مناقشة بين ناس مثلا وبيناقشوا موضوع معين، بيناقشوا مثلا مشكلة معينة، بيناقشوا اقتراح معين، فدي اسمها ايه؟ debate. برضو عندي كلمة speech. speech ديت معناها خطبة أو خطاب. عارف انت لما تيجي تلقي خطاب كده وسط الناس وتعرض فكرة معينة فانت كده بتعمل speech. برضو لو انت مثلا بتلقي خطاب في الاجتماع مثلا فبرضو انت كده بتعمل ايه؟ speech. وخلي بالك ان speech بيجي قبلها فعل make عشان تبقى اسمها make a speech بمعنى يلقي خطاب. يبقى تاني debate معناها مناظرة او مناقشة، بعد كده speech دي معناها خطبة او خطاب، بعد كده قلنا speech بتاخد فعل ايه؟ تاخد الverb اللي اسمه make عشان تبقى اسمها make a speech اللي هي يلقي خطاب. طب تعال نشوف جمل. بقولك هنا our friends يعني اصدقائنا had a او an a يعني كان في بينهم ايه؟ about what game to play يعني عن اي لعبة هيلعبوها. يبقى كان في بينهم مناقشة عن هيلعبوا انهي لعبة، كانوا بيتناقشوا مع بعض، فكلمة مناقشة اللي هي كلمة debate اللي هي موجودة عندي في الاجابة A. الجملة اللي بعدها هنا بقولك I want to prepare يعني انا محتاج ان انا استعد for the speech للخطاب that I will A next week اللي انا A الاسبوع اللي جاي، فالخطاب اللي انا هألقيه الاسبوع اللي جاي. فهنا في الجملة ذكر كلمة speech وعايز نختار من الاختيارات verb فعل معاها، فاحنا عارفين ان الverb الفعل اللي بيجي مع speech هو فعل ايه؟ make. فنيجي نبص عندنا نلاقي make الموجودة عندي في الاجابة B. بعد كده عندي كلمة nuclear تاني اسمها ايه؟ nuclear دي معناها النووي، عايز تقول طاقة نووية فبتقول عليها nuclear power. يبقى تاني nuclear معناها ايه؟ نووي. وعندي برضو كلمة اسمها كلمة veil. veil ديت معناها حجاب، تاني الحجاب بنسميه veil. وناخد برضو كلمة كمان معاهم اللي هي كلمة reflect. reflect ديت اللي هي معناها يعكس، وخلي بالك يعني مثلا ممكن اقول ان المراية بتعكس الضوء فاقول ان المراية بتreflect the light، وممكن برضو اقول ان مثلا الجهل بتاعهم ده بيعكس نقص التعليم، فبرضو ممكن اقول الفكرة بتعكس حاجة فبرضو يعكس كلمة ايه؟ reflect. يبقى تاني كل اللي احنا قلناه
ان احنا عندنا كلمة نيوكلير معناها نووي، كلمة فيل معناها حجاب، وقلنا كمان ريفلكت اللي هي معناها يعكس. طب تعال نشوف الجمل. الجملة الاولى بقول لك there are many good uses، يعني هناك استخدامات كتير كويسة for a energy، للطاقة الاي، فاكيد عايز اقول للطاقة النووية مثلا، فكلمة النووي اللي هي موجودة عندك في الاجابة A اللي هي نيوكلير، دي الوحيدة اصلا في الاختيارات اللي ليها علاقة بالطاقة وهي دي اللي تنفع. الجملة اللي بعدها بقول لك sir، يا سيدي، a lady is sit with a A، اللي لابسه A is waiting for you outside، يعني هي بتنتظرك بالخارج. يبقى انا عايز اقول الست اللي لابسه حاجه معينه، فلو جينا بصينا اصلا في الاختيارات هنلاقي عندنا كلمه veil اللي هي الاجابه سي، خد بالك هي دي الوحيده اللي ليها علاقه باللبس اللي هي عباره عن الحجاب، veil الحجاب. فعايز اقول له ان الست اللي قاعده بره بالحجاب ديت هي منتظره، فعايز اقول الحجاب اللي هي كلمه veil اللي هي الاجابه سي. طب جمله كمان برضو بقول لك هنا illiteracy اللي هي الأمية اللي هي الجهل، يعني الأمية اللي هي عدم التعليم. فبيقول لي النقط lack of national awareness، يعني ايه lack of؟ يعني نقص، يعني ايه نقص الـ national awareness؟ كلمة awareness ديت معناها الوعي، الوعي القومي. عايز اقول ان الأمية بتعكس النقص بتاع الوعي القومي، فكلمة يعكس ها reflect، فلو جينا بصينا هنلاقي reflects اللي هي الإجابة C. وهنا خلي بالك ان literacy اللي هي الأمية دي فدي بتعمل معاملة المفرد، فعشان كده حط للverb S فخليها reflects اللي هي الإجابة C. بعد كده ركز قوي معايا في الاثنين اللي جايين دول. بص يا سيدي، عندي كلمة regarded as وconsidered. regarded as معناه يعتبر، وconsidered برضو معناها يعتبر. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان regarded بتاخد حرف الجر as، وconsidered ما بتاخدش حرف الجر as، خلي بالك من الحتة دي. يبقى مين اللي بتاخد as على طول؟ هي regarded. طب considered لا. طب تعال نشوف بس هتيجي في الجملة ازاي عشان تبقى بس ايه حاططها في دماغك. بص يا سيد، بقولك طلعت حرب was a as a leading Egyptian entrepreneur، يعني عايز اقول ان طلعت حرب دوت هو كان رائد اعمال مصري قائد، يبقى عايز اقول يعتبر صح. فكلمة كان يعتبر ها يعتبر احنا قلنا يا اما regarded as يا اما considered، هو حاطط لي بعد النقط as يبقى ناقص عندي regarded، فلو جينا بصينا هنلاقي regarded اللي هي الاجابة C. طب جملة كمان بقول لك she was، هي كانت a one of the first students، هي كانت واحدة من الطلبة الأوائل to study in England، ان هم يدرسوا في انجلترا، يبقى عايز اقول ان هي بتعتبر واحدة من اول الطلاب اللي سافروا انجلترا يدرسوا فيها، فعايز اقول تعتبر، فكلمة يعتبر انت عارف يا اما regarded as يا اما considered، فلو جينا بصينا هتلاقي regarded موجودة في الإجابة A وعندك considered في الإجابة B، طب اختار A ولا B؟ المفروض تقولي ان انا هنا ما عنديش as فمش هختار regarded اللي هي الإجابة A واختار considered اللي هي الإجابة B. بعد كده عندي كلمة assume ديت معناها يفترض اي حاجة كده معناها ايه assume. طب تعال نشوف جملة عليها. بقول لك هنا I never a، انا ما بعملش ايه ابدا that women، ان النساء are less efficient، ان هم اقل كفاءة than men من الرجال، يبقى عايز اقول ان انا لا افترض ابدا ان النساء هم اقل كفاءة من الرجال، فكلمة يفترض اللي هي assume اللي هي موجودة عندي في الاجابة C. يبقى تاني معنى الجملة هنا ان انا ما بفترضش ابدا ان الستات هم اقل كفاءة من الرجال، فكلمة يفترض قولها تاني اسمها ايه assume. طيب بعد كده عندي كلمة argue يجي معاها حرف الجر with، عشان تبقى argue with دي معناها يجادل مع حد كده، معناها ايه argue with، جاي منها argument ديت اللي هي معناها جدال، في جدال كده او مناقشة حد بنسميها argument، وبرضو كلمة argument ممكن تجيب معنى مبرر او حجة، مبرر على حاجة او حجة على حاجة برضو اسمها ايه argument. يبقى تاني argue بيجي مع حرف الجر ايه with معناه ايه يجادل مع، طب جاي منها النون الاسم بتاع اسمه ايه argument معناها ايه جدال او نقاش حاد او مبرر او حجة على حاجة برضو كلمة ايه argument. طب تعال نشوف جملة على الكلام ده. بقول لك don't a with others، يعني اوعى ايه مع الاخرين when you are wrong،
لما تكون على خطأ. يبقى عايز اقول لك اوعى تجادل مع الاخرين لو انت على خطأ. فكلمة يجادل اللي هي كلمة ايه؟ argue. وهو حاطط لي بعد النقط with، يبقى برضو كده هاكد لي اكتر انه عايز argue، يبقى اختارها من عندي اللي هي الاجابة C. يبقى تاني argue with معناها ايه؟ يجادل مع، وعندي النون الاسم بتاعها argument اللي هو معناه ايه؟ معناه جدال او نقاش او مبرر او حجة. طيب تعالى هناخد بقى شوية متلازمات لفظية كده، والحاجات دي مهمة قوي وبتيجي في كل امتحان، لازم في كل امتحان يجيب لك حاجات من المتلازمات اللفظية اللي احنا هنقولها كل مرة ديت. بص يا سيدي، عندي اولا شوية حاجات بتيجي مع have، اولهم have a problem with، دي معناها لديه مشكلة مع. تاني لديه مشكلة مع have a problem with. برضو ممكن تقول له تأثير، له تأثير دي ممكن تقولها بثلاث حاجات. ممكن تقول have an impact، تاني have an impact معناها له تأثير. برضو ممكن تقول have an effect برضو معناها له تأثير، و have influence برضو معناها ايه؟ له تأثير. يبقى تاني تلات حاجات معناهم له تأثير، have an impact، have an effect، و have influence، كل دول معناهم له تأثير. وطبعا في حاجة تانية بتيجي مع have كنا قلناها اصلا في وسط الفيديو اللي هي have confidence in، اللي احنا كنا قايلين معناها يثق فيه او لديه ثقة فيه، معناها have confidence in. يبقى خلي بالك confidence ممكن احطها قبلها have بس يبقى بعدها حرف الجر in. شوية حاجات تانية بقى ما بتجيش مع have بتيجي مع verb make او الفعل make، زي make a speech قلناها من شوية اللي هي يلقي خطاب، يلقي خطاب معناها ايه؟ make a speech. برضو عندي make an eye contact معناها يتواصل بالبصر، يعمل تواصل بصري كده معناها make an eye contact. يبقى eye contact لو عايز معاه verb فعلي تحطه ايه؟ make. عندي برضو make a decision دي معناها يتخذ قرار، يبقى برضو لو قالك decision احط معاه فعلي ايه؟ قوله make على طول عشان تبقى make a decision يتخذ قرار. عندي برضو make the best use of دي معناها يستغل حاجة احسن استغلال، اسمها ايه؟ make the best use of، يستغل حاجة احسن استغلال. وبرضو عندي make a contribution دي كنا قلناها برضو في نص الفيديو اللي هي بمعنى يقوم بمساهمة، يبقى contribution بيجي قبلها verb الفعل اللي هو اسمه ايه؟ make. فدول برضو شوية حاجات بيجوا مع make عايزك تحفظهم صم. كده ناخد شوية حاجات بتيجي مع do زي do a job بمعنى يؤدي وظيفة، يبقى job بتاخد فعل ايه؟ بتاخد فعل do. برضو عندي do a sport بمعنى يمارس رياضة، يبقى الرياضة اللي هي sport او sports بتيجي مع verb ايه؟ بتيجي مع فعل do. برضو عندي do a research بمعنى يقوم ببحث، يبقى research بتاخد ايه؟ بتاخد do. وعندي برضو do an activity بمعنى يقوم بنشاط معين، يبقى activity بتاخد فعل ايه برضو؟ بتاخد الفعل do. يبقى كل الحاجات ديت بتاخد الفعل do، برضو احفظهم صم. عندي برضو شوية كلمات كده تانية بسيطة قوي وشوية حروف جر كده برضو عشان ما يبقاش سيبنا اي حاجة في اليونت ديت. فعندي earn his living، earn his living معناها يكسب قوت يومه او يكسب لقمة عيشه كده، معناها earn his living. برضو عندي كلمة economic، economic ديت هي صفة adjective معناها اقتصادي، جاي منها economic situation معناها الحالة الاقتصادية، ودي بتيجي في الترجمة كتير، يجي يقولك ان الحالة الاقتصادية الان هي سيئة، فكلمة الحالة الاقتصادية معناها ايه؟ economic situation. طيب كم حرف جر بقى؟ يعني كم حرف جر كده برضو شوية صغنانين كده برضو عايزين نعرفهم، زي believe بيجي مع حرف الجر in بمعنى يؤمن بي، يؤمن بحاجة معناها believe in. برضو عندي find out، find out معناه يكتشف، تاني يكتشف معناه find out. برضو عندي break down، break down معناها يتعطل، حاجة بتتعطل بنقول ان هي بت ايه؟ break down. وبرضو break لو انت حطيت بعدها حاجة وبعد كده down، يعني break حاجة down دي معناها ان انت بتحطم الحاجة دي. يبقى تاني break down ممكن تجيب معنى يتعطل، وممكن تجيب معنى يحطم لو هو حاطط معها حاجة فعلا هتتحطم. اخيرا عندي كلمة amount of اللي هي معناها كمية من، كمية من حاجة بنقول amount of الحاجة دي. بس يا سيدي
كده الحمد لله رب العالمين خلصنا كل حاجة موجودة في يونيتو كلمات، وأهم حاجة عندي هتفضل الكلمات ثم الكلمات. وأنا عادي، أنا ما عنديش مشكلة إن أنت تقعد تقول إن إحنا بنديها قدر كبير جدا الكلمات، أنا ما عنديش أي مشكلة، بس هتعرف فايدة ده آخر السنة، هتعرف إن أنا لما كنت مهتم معاك بالكلمات والسكيلز ومتقل فيهم قوي هتعرف إن دول هم أصلا محور امتحانك آخر السنة. بالنسبة لطلبة المنصة بقى، أنت عندك امتحان، امتحانك هيكون على إيه؟ امتحانك هيكون على المحتوى بتاع الأسبوع اللي هو كان يونت 9، وكمان هتاخد معاه هيبقى في جزء في الامتحان أسئلة على كلمات يونت 2 اللي احنا رجعناها دلوقتي، وأسئلة كمان على كلمات يونت 1 اللي احنا رجعناها الأسبوع اللي فات. فخد بالك وركز عشان كل أسبوع هتلاقيني عمال بعمل الامتحان تراكمي شوية. يعني الأسبوع اللي جاي هيبقى الامتحان على أول 3 يونت كلمات، الأسبوع اللي بعده على أول 4 يونت كلمات، عشان مش هسيب لك أي فرصة إن أنت تنسى أي حاجة عملتها أو رجعتها. خلاص احنا رجعنا الحاجة نفضل نرجعها كل أسبوع تاني لحد ما تتحفر في دماغك. وبس يا سيدي، أشوفك على خير إن شاء الله رب العالمين، ودمتم بخير.